بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الريبيت تيست، تمام، او الريبيتد تيست، واتكلمنا عنها بالتفصيل الممل، وعرفنا انها مجرد انوتيشن بتحطها على الفانكشن عشان لو انت عاوز تكررها اكثر من مرة. حلو، عاوزين نتكلم في الفيديو ده عن حاجة مهمة جدا، وهي dependency injection. ايه ده؟ سمعتها فين قبل كده؟ ايوه، زي ما جه في دماغك وانت بتذاكر سبرينج. dependency injection انك بتعمل انجكت لاتريبيوت ايا كان في constructor او في function او عن طريق البروبرتي ذات نفسها، زي ما انت ذاكرتها في السبرينج. حلو، هفكرك برضو سريعا برضو عشان لو انت مش متذكرها. لو انت كنت بتشتغل على بروجكت كان بيكون عندك ايه؟ ريبوزيتوري، ويكون عندك السيرفيس، ويكون عندك ايه؟ الكنترولر. كنت بتاخد اوبجكت من ايه؟ من الريبوزيتوري، تروح تعمل له انجكت في السيرفيس، وتاخد اوبجكت من السيرفيس تروح تعمل له انجكت فان في الكنترولر، وتبدا تشتغل. وكنت بتحط اوتو واير. لو انت فاكر، لو انت مش فاكر ارجع راجع على الحاجات ديت لانها مهمه جدا. نبدا نتكلم عن التستنج اللي عندنا. بيقول لك عندك الجي يونت تيستنج، تمام، بد ايه تقدر تديفاين فيها البارامتر عشان تريزولف الاي بي اي بتاعتك. ازاي؟ مش فاهم. بعيد عن اللات ده كله، تمام، انت تقدر تعمل انجكت لبروبرتي في جي يونت. بيقول لك عندك ثلاث انواع عشان تقدر تعمل انجكت. ممكن تعمل انجكت لبروبرتي اسمها تيست انفو، وديت فايدتها ايه؟ التست انفو فايدتها بكل بساطه انك تقدر تبروفايد انفورميشن اباوت ذا تيست نيم والميثود وتيست كلاس وتيست تاجز. يعني تقدر تعمل انجكت الاوبجكت من التست انفو، وبعد ما تعمل الاوبجكت تقدر تحصل على اي معلومات عن ايه؟ عن اي ايه؟ معلومات عن التيست اللي انت فيها، زي النيم والميثود والايه والكلاس والتاج. حلو، ممكن تعرف اوبجكت برضه وتعمل له انجكت اسمه ريبيتيشن ايه انفو، وده بيقدر برضه يبروفايد او يدعمك بمعلومات عن الريبيت اللي انت فيه. حلو، عندك التست ريبورتر، وده بيخليك تقدر تببلش في الران تايم الريبورتنج بتاعك. اللي احنا هنستخدمه دلوقتي واللي احنا ممكن نكون عاوزينهم في الوقت الحالي هو التست انفو والريبيتيشن ايه انفو، لكن التست ريبورتر مش دلوقتي، تمام. فلو جينا خدنا اكزامبل بسيط بس، مفيش اكتر، مش يعني ايه، مش كبير قوي، هو بس عباره عن فانكشن هسميها مثلا void، تمام. هقول له ايه مثلا؟ ايه my، او مثلا ايه fun repeat، تمام، او repeated. جميل، حط فوقها ايه؟ التست، تمام. وهقول له ايه؟ ممكن نحط display name برضو، تمام. هقول له fun ايه؟ fun repeated function. وممكن اقول له برضو ايه؟ attribute test، انه يكررها لي اكتر من مره. بص معايا اهو، هقول له كررها اربع مرات مثلا او خليها ثلاثه. حلو، حاجه اعمل هنا انجكت الايه؟ تعالوا كده، هاخد ده اهي تيست انفو، وراح اعمل لها انجكت هنا. حلو اهو، وممكن اعمل كمان الاوبجكت ده اللي هو ريبيتيشن انفو اهو. جميل، اعمل له امبورت، تمام اهو. فيها مشكلة؟ مفيهاش مشكلة. حاجة أقول له هنا سيستم دوت أوت برنت لين، هقول له التست انفو بتاعي دوت عندنا إيه؟ جيت ديسبلاي نيم، تمام. خلينا نعمل إيه؟ نجيب الديسبلاي نيم، وخلينا كمان نجيب إيه؟ هقول له تست انفو دوت، هقول له جيت تست كلاس. حلو، وهقول له تاني، تمام، هقول له تيست انفو برضه دوت
تيست ميثود. حلو، ممكن يجيب اخر حاجه اللي هو تيست انفو دوت جيت تاج. جميل، ناخد او خلينا نعمل سيستم دوت اوت برنت لين تاني اهو، بس المره دي هنقول له ايه؟ ريبيتيشن انفو اهو دوت، هقول له جيت كرنت ريبيتيشن. حلو جميل، خلينا نشوف كده هل في فانكشن تانية. جيت كرنت ريبيتيشن، تمام مفيش مشكله، خلي دي وخلاص. تعالوا بقى نعمل ايه؟ نعمل ران ونشوف الدنيا بتاعتنا. بصوا بقى معايا، بصوا معايا وركزوا. تمام، انت عندك فان ريبيتيشن بيقول لك ايه فيها مشكله، بيقول لك نو بارامتر ريسولفر ريكوايرد تو بارامتر. تمام، ركز معايا، خلينا نشيل التست تمام ونعمل رن تاني اهو. تمام، شايفين؟ تمام، ليه بقى؟ لانك انت لما عملت انجكت للايه؟ للبارامتر بتاعتك، زي ما تقول كده ان التست خلاص ما بقتش انت عاوز تعرفه ان ديت فانكشن للتست، لا انت عملت انجكت فهو كده باي ديفولت لوحده عرف ان ديت فانكشن للتستنج، تقدر ايه؟ تقدر تستخدمها من غير اي مشاكل. ادي اول ايه؟ اول حاجه. اذا لو انت عملت انجكت اي بروبرتي عندك هنا تمام، خلي بالك لو عملت انجكت مش لازم تحط ايه؟ اد تيست من غير اي ايه؟ من غير اي مشكله. تمام، نيجي بقى نشوف، نيجي نشوف الرن بتاعنا او الريزلت بتاعت الرن بتاعتنا. نيجي نشوف اول حاجه، قال لك ايه؟ هنا اول حاجه طبعينها تيست انفو دوت جيت ديسبلاي نيم. حلو، جيت انفو دوت ايه؟ جيت ديسبلاي نيم. ركز مع بعض كده، بصهم عشان الموضوع ما يكونش ايه؟ ما يكونش محير. خلينا نعمل ايه؟ نعمل سيستم دوت اوت دوت برنت لين، وناخد دي اهي، خلي كل واحده في لاين لوحدها افضل عشان ايه؟ كل حاجه تبان اهو. جميل، ما فيش اي مشكله، اذا كل واحده في لاين ايه؟ لوحدها اهو. جميل، نعمل ران تاني اهو. تمام، بص معايا، عندنا كل واحده لها ايه؟ اربع لاينز. حلو، خلينا نطلع لاول واحده. اول واحده قال لك ايه؟ ريبيتيشن 1 اوف 3. تمام، وقال لك اوبشنال كلاس، وقال لك الكلاس، قال لك اوبشنال، واداك ايه؟ واداك كوم دوت سبرينج دوت جي يونت دوت سينتست دوت فان ريبيت، وبتاخد ايه؟ وبتاخد ايه كمان؟ واداك الاتربيوت بتاعتها، وفي الاخر اداك الستودنت، واداك ايه؟ 1. ركز معايا بقى، اول حاجه جيت ديسبلاي نيم تمام، تيست انفو دوت جيت ديسبلاي نيم، قال لك ريبيتيشن 1 اوف 3، هنا ريبيتيشن 2 اوف 3، قال لك هنا ريبيتيشن 3 اوف 3 وبس. تمام، اذا ديت هي ديت الخاصه بالايه؟ بكل ريبيتيشن، اسم كل ريبيتيشن. اذا ديت اللي هي جيت ديسبلاي نيم، اللي هي ايه؟ اسم كل ايه؟ كل واحده من دي. حلو، ركز معايا، بعديها قال لك تيست انفو دوت جيت تيست كلاس. تمام، جيت تيست كلاس، شوف قال لك اوبشنال، قال لك الكلاس ده الكلاس انت فيه اللي انت بتعمل فيه تيست، اللي هو كوم دوت سبرينج دوت جي يونت دوت ستودنت تيست، جايب لك من اول ايه؟ من اول الباكج لاخرها. ادي ده تاني لاين. تمام، تالت لاين، بص بقى تالت لاين انت جايب ايه؟ تيست ميثود، فقال لك الميثود اسمها ايه؟ الميثود اللي ايه؟ الميثود من نوع ايه؟ فويد، الريتيرن بتاعها فويد. تمام، وجاب لك اسم الفانكشن من اول الباكج برضه، كوم دوت سبرينج دوت جي يونت دوت ستودنت تيست دوت فان ريبيت، اهي اسمها فان ريبيت. هو جاب لك قبلها ايه؟ ستودنت تيست اللي هي الايه؟ اللي هي الكلاس. جاب لك قبلها ايه؟ الجي يونت اللي هي ايه؟ اللي هي الباكج.
قبليها كومبوزيت سبرينج اللي هي الباكج الاصليه. قال لك بتاخد تو بارامتر، اول بارامتر جاب لك التست انفو. طبعا التست انفو ديت احنا عاملاها امبورت مفروض دي جار، بس احنا ضايفينها في الايه، في الايه، في المافن. تمام، قال لك org.junit.jupiter.api.testinfo. ده اول ايه، ده اول اتريبيوت فعلا اهو، ده اول اتريبيوت. ثاني اتريبيوت org.junit.jupiter.api.repetitionInfo برضه ده ايه اهو، ادي اول ايه، اول واحده. ثاني واحده كذلك، ثالث واحده كذلك. طبعا الكرنت ريبيتيشن اللي هي ايه 1 2 3، في كل مره بيقول لك دي ايه رقم كام، دي اول واحده، دي ثاني واحده، دي ثالث واحده. تمام، واحد يسال سؤال يقول لك ايه جيت ديسبلين نيم، مش المفروض يجيب الديسبلين نيم ده؟ هقول لك الديسبلين نيم ده خاص بده اللي هو اسم اللي ايه النيم بتاعت التيست، لكن اللي انت جايبه هنا جيت ديسبلين نيم ده بتاع التيست انفو بتاع الريبيتيشن. خلي بالك من حته برضو ايه، من حته زي دي. ده بكل بساطه يا جماعه الانجكت، وتقدر تعمل انجكت وتجيب معلومات اللي انت عاوزها في اي فانكشن انت ايه انت حابب تشتغل فيها. ده بكل بساطه الايه الديبندنسي انجكشن عندي هنا. وقلت لك اخر حاجه اللي هي التست ريبورتر ديت مش هنحتاجها ايه، مش هنحتاجها دلوقتي، لغايه دلوقتي مفيش اي مشكله. اخد ديت كوبي اهي، تمام، وهروح هناك هنا اهو، كليك يمين جيت اد، هقول له جيت كوميت، هقول له ايه انجكت بارامتر. تمام، مفيش اي مشكله، كوميت اند بوش، او خلينا نعمل برضو ايه تيست انفو اند ايه ريبيتيشن اند. تمام، ودول ايه ديبندنسي انجكشن. تمام، مفيش مشكله، واعمل بوش، هستنى لما اخلص البوش. تمام، خلص البوش، هروح هناك اعمل ريلود ك 23 ب 24 اهي، مفيش اي مشكله. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينك الانتات في الديسكريبشن. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.